ودلوقتي مع المسابقة التانية اسمها إيه بقى؟ سهلة ومش مستاهلة. المسابقة دي خاصة بالتكنولوجيا والسوشيال ميديا من خلال ثلاث مهام تكنولوجية معقدة مطلوب منك تحليها في 90 ثانية في دقيقة ونص، مش هتبقي لوحدك، بنوتك أو ابنك هيساعدك فيها. المسابقة دي ما فيهاش نص ونص، يا هتكسبيها يا هتخسريها، يا هتاخدي 15 نقطة يا هتاخدي صفر. مع المسابقة التانية وسهلة ومش مستاهلة. أقوى أم مصر. المهمة الأولى لماما دينا. جاهزة؟ جاهزة. مطلوب منك تفتحي صفحة البرنامج على انستجرام وتعملي البوست آخر العنقود سيف تو كوليكشن. طب ما هو بقى يساعدني؟ معاكي 90 ثانية ومعاكي مهاب. إيه مهاب؟ ماما افتحي أبلكيشن الانستجرام تحت. أيوه. أوكي. المفروض نعمل إيه؟ نخش على أقوى أم في مصر؟ هتعمل البوست آخر العنقود سيف تو كوليكشن. آخر العنقود سيف تو كوليكشن. ماما دوسي على السيرش. ماشي. اكتبي آخر العنقود فوق في السيرش هتلاقي بوست. في السيرش فوق اكتبي آخر العنقود. آخر العنقود. أنا مش عارف آخر العنقود ده بالعربي ولا بالإنجليش. لازم تفتح صفحة البرنامج على انستجرام الأول. طيب ماما دوسي كانسل. دوسي كانسل. البوست بقى اللي جواه اسمه آخر العنقود. كانسل منين يا مهاب؟ كانسل فوق. فوق أهي كانسل. أوكي. خشي على اكتبي في السيرش أقوى أم في مصر. أوكي. أو أول واحدة. أول واحدة جت. أوكي. امسحي الواو. مش أول واحدة. مش أول واحدة يا مهاب. هنعمل لها بقى سيف تو كوليكشن يا مهاب. يا ماما جت وراحت. امسحي الواو. ارجعي باك سبيس. ارجعي امسحي. ديليت. أوكي. ديليت تاني. ماشي. ديليت تاني. انزلي تحت. هي أول واحدة. أول بيج. أول بيج خش عليها. خش عليها؟ بس أسرع لأن فاضل 20 ثانية. ارجعي امسحي. امسحي. امسحي تاني. امسحي. انزلي. انزلي تحت. انزلي في انزلي. دوسي تحت. فاضل 10 ثواني يا مهاب. لا 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 مش هنخش. دوسي كانسل. دوسي كانسل. دوسي كانسل. انزلي اهي اقوى ام في مصر قدامك. معلش هنعوض في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. ماما حنان. اتفضل. جاهزه؟ جاهزه ان شاء الله. مطلوب منك تكتبي بوست على فيسبوك، بس البوست ده مفيش غيرك اللي يشوفه. معاكي 90 ثانيه ومعاكي اسماء. بص على كلمة فيس. بصي يا ماما دوسي على الفيسبوك اللي هي العلامة الزرقاء فيس. تمام؟ تمام. اكتبي فين؟ اكتبي فوق. مش في السيرش. مش في السيرش. فين؟ في الواتس اون يور مايند. هنا؟ لا يا ماما ارجعي. ارجعي. يا ماما ماما اخرجي بره خالص. منين؟ ماما دوسي على الفيسبوك اللي فوق دي. كلمة فيسبوك اللي فوق دي على الشمال. بالراحة عليها يا أسماء. أنتِ قاسية ليه كده؟ دوسي يا ماما على الفيسبوك اللي على الشمال. يا ماما فوق فوق خالص. هنا؟ يا ماما على الشمال. آخر كلمة يا ماما. هنا؟ يا ماما على الشمال خالص. ما هي؟ يا ماما اخرجي دوسي دوسي داون دي. دوسي على دول. اللي فوق يا ماما على اليمين يا ماما البيضة اللي قدامك. يا ماما اخرجي. يا ماما بصي بقى فوق خالص على الشمال. دوسي على الفيسبوك دي. العلامة الحمراء. يا ماما لا فوق في مش في كلمة فيسبوك. لا فوق فوقيها. يا لهوي انتوا كل ده ما دخلتوش على الفيسبوك. اهي. لا اله الا الله. خرجي بقى. بصي في سهم فوق على الشمال. اهي سهم فوق على الشمال. تمام. اصل انا يا جماعة ما ببقاش شايف والله ولا هنا. طيب دوسي بقى على الواتس اون يور مايند دي. فين؟ انهي حته؟ اول حاجه بيضاء قدامك دي. انت فين من عمر افندي؟ دي مش شايفه اساسا. طب صغير ادي ضهرك لعمر افندي وعدي الناحيه التانيه. ماشي. الامل فيكي يا ماما ماها. انا الامل فيكي يا حبيبتي. الامل فيكي بقى انت. انصفينا في الفيسبوك. مطلوب منك تفتحي اكونت البرنامج على تويتر وتبعتي اخر تويت لنفسك في الدي ام. معاكي 90 ثانيه ومعايا عشان اجيب لك فول حراتي. بصي الزرار بتاع السيرش خش عليه. لا 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 استنى استنى. فين زرار السيرش؟ زرار السيرش تاني زرار. ايوه اكتبي فوق في السيرش فوق. ايوه اهو اهي طالعه لك. اول واحده فوق اهي طالعه لك على الشمال. تمام.
استني النت طيب. كده ادفعوا ثمن الباقة يا جماعة. والله دافعين. أمال إيه طيب؟ يعني في أمهات كتير وفي جمهور. إسلام ممكن تقولي السؤال تاني؟ أيوة استني بس انزلي على التويتر، انزلي على التويتر أهي انزلي. شايفة الزرار اللي على اليمين؟ على اليمين خالص. الزرار اللي هو بتاع الشير، أيوة. الزرار بتاع الشير السهم اللي طالع فيه، أيوة تمام. فوق أول واحدة فوق، أول واحدة فوق، دوسي على سند، أيوة. اختاري بقى إيه نفسك، اكتبي اكتبي الأكونت بتاعك. يا نهار أبيض ده بالعربي، أيوة ماشي، اكتبي مها. هتبعت آخر تويتة. آخر تويتة؟ ما دي آخر تويتة. لنفسها في الدي إم. امسحي ماما اللي أنت كاتباه، امسحي اللي أنت كاتباه. هي المفروض تبعتها لنفسها؟ مطلوب منها، ما أنا كنت هقولها تاني. قولها تاني بسرعة طيب. مطلوب منها تفتح أكونت البرنامج على تويتر. ها. وتبعت آخر تويتة لنفسها على الدي إم. تاني تاني طيب دوسي على الحاجات تاني. ماشي سند أيوة. يا نهار أسود علينا. خلص. أول واحدة فوق. أهي. أيوة. تمام. اختاري بقى نفسك، يعني ابعتي لنفسك. فاضل خمس ثواني. أو أيوة اكتبي مها. ما تكتبيش حاجة خلاص، خمس ثواني خلصوا. طب وانا مالي؟ وانا اللي ضيعته؟ خلاص مالي؟ ما تكتبيش حاجة خلاص. انت اخترت لي تويتر، طب انا اعمل ايه؟ معلش احنا اسمين يا ماما، ما بس هو ليه بائس كده؟ ده يعني ليه كاره الحياة والدنيا والناس؟ مين اللي ضيعني دلوقتي؟ هو بس عشان انا كنت عايزة شهادة من دي، راح هو موقفني. بالظبط، انا كنت عايزة منك شهادة من دي. معلش بس معلش، ده انا اشهد لك والله، ده في المحكمة لو عايز انا اروح اشهد. طب يا جماعة الفقرة دي كأنها ما حصلتش. كأنها ما حصلتش. ماما دينا كحكة بسكر. فاكرها قوي. ماما حنان فطيرة بالعسل. لا مفيش. ماما مها بيتزا بالبنانة وال ماشي اللي هي البيتزا الحلوة اللي محدش بياكلها دي. طب يا بنات 0-0-0 بسم الله ما شاء الله، خلصنا المسابقة الثانية سهلة ومش مستاهلة.